أنا الحقيقة يا أخوي سعيد يعني يا ابنك وعندي طلبة عندك الحقيقة وأرجوك ما تردني يا أخوك. أمر. ما يمر عليك عدو. أنا بصراحة يا أخوي أبغيك تروح هالمستجرين الجدد اللي ساكنين عدالنا، هذا اللي يسمونه رعد، أبغيك تروخهم ما أبغيهم عدالي. يا أخوي غريب تقول تراك تحب الناس وتحب الخير للجميع، ما يصير هالكلام. صحيح صحيح، أحب الخير للجميع وأحب الناس وما أكرههم، بس أنا شو أسوي؟ عائلتي الكريمة يبغون عباس وعائلتي الكريمة، الحقيقة فقدناهم تولهنا عليهم، والله ما بقادرين نصبر عنهم، نبغي إيراننا الأولين، قلوبنا تقطر الدم يا سعيد. يا رجال شو دم ما دم الله داك، شتبابهم طبهم عندهم ذاك الولد اسمه محمود، ها إلا ساير وراد ساير وراد، وانت رجال عندك حريم وبنات ما يصير طبهم طبهم. شو هالطبهم؟ أقول لك عائلتي متأثرين، يبغون ربعهم يبغون أهلهم يبغون جيرانهم، وش فيك أنت؟ زين يا أخويا غيب، أنا ترى مسك الناس يعني ما يصير هالكلام. شو قايل بعد ما يصير هالكلام؟ خلاص اتركهم علي يا سعيد، أنا بقنعهم إن شاء الله أنهم يطلعون. لا 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 تطلعهم ولا تعنه يا أخويا، تي غريب بتخرب علي الإيجارات. سعيد أخوي أي مبلغ أنت بتخسره أنا بعوضك وبدفع لك إن شاء الله. والله إيش أقول لك يعني؟ سعيد عفا عليك يا سعيد، مو بنت تبغي تستوي نسيبنا، مو بنت قايل على سنة الله ورسول، عفا عليك ترد عمك بارك الله فيك. والله صدق عمي؟ ها؟ يعني بزه بزه بزوجني يعني بزوج إن شاء الله. وين العود هذا؟ وابوي وين العود؟ البيت يا أبوك. أي 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 أعوذ بالله، هذا قبل لا يتزوج البنت سوى كذي، إذا أخذها شو بيسوي؟ دقيقة يلا حيا مرحبا الساعة. هلا سعيد. اخ خشمي تفضل تفضل تفضل. هلا سعيد هلا بك. هلا سعيد هلا بك. هلا سعيد هلا بك. هلا سعيد هلا بك. شنو بابا اخذت نشتا فرداف؟ شبيك استريح. ما شاء الله يا سينا طربانين اشوفكم. الله بالخير. الله بالخير. اكيد رعد. ايه رعد عرفتك من شعرك. ما شاء الله اشوف الشقه بدون ثلاثة رقم ثلاثة. والله سعودي الزمن هلسنا، لا خلى اثاث ولا شيء. هلسكم؟ اي الله يعينكم. اقول شاي شاي؟ لا لا مشكور. والله لا والله ابد مشكور قلت لك. خلاص انا جاي عندي موضوع صغير ورايح. صغير؟ اي نعم تفضل. دام فضلك بغيت الشقه. اوه هم الشقه، شو تريد من الشقه؟ تفضل. أبغيها الشقة شقتي والعمارة عمارتي وكل شيء حلالي أبغيها. عمي زين زين، العمارة عمارتك وشقة شقتك، مزعلينك بشيء؟ لا 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 انتو شباب ما شاء الله عليكم طيبين والنعم فيكم، لكن طال عمرك هذا طلب غريب. أخال غريب ليش تريد تطردني؟ لا العفو العفو رعد، أنا ما أريد أطردكم، بس أنا أقول يعني أخوي يعني الأصول أصول الحقيقة، يعني هذه العمارة عمارة عوائل، السكن يعني سكن عائلي مش سكن عزاب، وانتو بارك الله فيكم عزاب شباب ثلاثة أربعة ما أدري كم، وأنا ياكم عندي حريم عندي بنات يطلعون يدخلون يسيرون يجون، ما يجوز يعني. يا أبو أحمد هسه صرنا عزابية؟ لا الدكتور حودة شنو مرفوع عنا القلم؟ يا أخوي حودة أنت الله يهديك. حودة أصلا متزوج زوجته في مصر، بس أنا قصدي أقول يعني كان تبغي الصدق لا حودة ولا أنتو، أنا أبغي ياري عباس عباس وعائلة الكريمة يرجعوا شقتهم مرة ثانية. يا أبو أحمد إحنا شنو ذنبنا؟ والله ما لكم ذنب، هاي شنو ما لكم ذنب، الذنب ذنبي أنا، أنا غلط في حق جاري وأبغي أصلح غلطتي، ساعدني. طيب وذا قلنا لك إحنا مستانسين بهالمكان وما نشيل منه. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. الله جابك. هلا أنتوا واقفين قدام الباب تتكلموا فيه، بتقولوا يا غريب؟ غريب مالو؟ يريد يطردنا من الشقة. وبعدين فيك يا غريب؟ ما تسيب الناس تعالها يا أخي، ولا أنت عامل زي اللي شايل سلم وماشي في العرض تخبط في البناء دمين؟ مالك أنت؟ حجيه الزبدة عيوني شنو؟ أبويا رعد نحن عاد نباك تشل قشارك هذا هني وتظهرون أنت وربعك. أي باخ؟ وليش يا بنشل قشارنا؟ يا ريال الله يهداك نباك تظهر راعي الله يهداك، راعي الشقة رد هو كان زعلان ورضيناه، الحين أبوي ندوك خبر أنت ربعك وهاتوا لكم استوت من الكبار هذين وحطوا قشاركم وروحوا. والله حجي الربع ما راح يعجبهم الوضع. يعني شو؟ يعني من كثر الجيات ملوه، خل جيتش كل عشرة ايام مره. مرت اللوخ لا تدقين الباب زين؟ يا اللي ما تستحي، شو اللوخ بعد تشتمني؟ اسمعني عاد زين، تراني انا ضبابه
بنت ضاعن الضبط. والله إذا ما ظهرت لأنا روحي أجيب النساف هذا وأشلق شعركم. يلا أظهر وسلم على روحه واسمع كلامي. أها شين السالفة خبصتينا؟ أها ما أها شين السالفة؟ شبيش خبصتينا؟ أنا صار قمت أوقف بباب الشقة أزيد من ما أوقف بداخل الشقة. مأجر باب الشقة أني لو الداخل هم فهميني. أص أص لا تنافق كذي وتنتفض علي. يلا عادي كلمة وقلتها ويلا. استغفر الله، هو احنا حظنا وياه ما نخليناه حتى يقعد وياك؟ يعني انت عسب بترد عباس تقوم تبيع بنتك؟ يعني انا لما اجوز بنتي واحد ريال محترم صرت انا بعدتها خلاص؟ بعدين يا بنت الحلال اعتبريها مقصه، خلنا نقص عليه لين ما يحل الموضوع. بعد السالفه فيها خديعه يعني؟ خلي بنتي شو سالفتك؟ يعني الحين هذا ازاي عشان احل مشكلتكم؟ زين واذا البنت رفضت؟ لا شو حقها ترفض؟ شو حقها ترفض؟ لا ما بترفض. غريب، انا بصراحه مو مرتاحه للشغله هذه. وبعدين شوف، عباس يبغي حياه الله، ما يبغي مع السلامه، بس بنتي ما حد يتدخل فيها. شو سالفتكم انتم بالضبط؟ يعني هاي اخرتها يعني؟ يعني هذه شرع علي انا اللي ابغي احل مشاكلكم بس. عمي بشر ولد، قصدي اقول يعني الحقيقه المدام ما عيابها الاقتراح. ما عليك منها عمتي، خلني انا ادش واقلب لك الموضوع. انا يسموني القلابي بوي وابي. فكرة زي قلابي عذيته، وش لك تدخل انت ما تدخل بس خلاص عاد. يلا لا تكبرون السالفه ما تستاهل، طبوها السالفه. الله يا غريب، عقب ما كبرت المساله تقول الحين طبوها وما يستاهل؟ يعني شو تبغينا نسوي؟ شو تبغين تسوي يا حضرة ضبابة؟ اسمعني عادة، أنا اتصلت بسهيل وعبيد، هذيل هم الصناديد اللي بياخذون حقي مو بنته. اتصلتي بسهيل وعبيد؟ وش حقة تتصلين بهم؟ وش حقة تبينهم هنا تدخلين مشاكلنا ليش؟ أنا ضبابة، عيالي نش هذا اللي اسمه رعد ويفاتن علي ويقول لي اللخ. لا يا ابوي، الصناديد هم اللي بياخذون حقي. الله يخرب لكم، وينكم انتم هكذا؟ انا قاعده ترياكم، الله يلقاكم. وابوي انا عليكم وابوي. وينو منو هذا معاه؟ رعد، هذا مالك، هذا رعد. وينو هذا اللي يسمونه برق؟ انا اليوم اذا ما اشرخ بهالعقال هذا المشروخ واخليه يسيل سيل 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 وبرد، ما اكون انا سيل، فهمت؟ تشوف فيكم انتم خبايل انتم، بارك الله فيكم. سمعوني، هذا الموضوع بسيط، خلوني انا افهمكم بس. اسمعني يا امعه، لا توقفوا هنا، ترى ان اليوم مثل ريه وسكينه، نعم داهز والخبره، لا تفهمني ولا افهمك، انا راسي يابس. يا عبيد لا تكون يابسا فتنكسر، خليك لين احسن لك. لين لا تلين. لا تلين، لا تلين، اصبر شوي علي، هي انتم اخوكم فيها كنكري، سمعوا انتم خطتي القلابيه، تعالوا وراي. قلابيه؟ تعالوا وراي. سير وراي. الله يا زمان الردي مصعب ودادك مر، الضعضع الحال وبتاع ذاك الزمان بالدر، والكلب الكلب الكلب عض الأسد بالإذن وخلى دموعه تخر. صراحة شباب انتو وايد ناس، صراحة انتو وايد طيبين وايد صراحة، وانتو اطيب بعد. والله العظيم احنا كل يوم قمنا نحب العمارة واهل العمارة، بس نحن نباكم تنقلعوا من العمارة اليوم قبل باكر. شنو الحكي هذا؟ هذا الحكي ايش مثل ما قال لك، لانكم انتو فرقتوا شمل عائلة. يلا باوعوا. شنو باوعوا؟ برا يعني برا خارج خريطة الأول. اسمع أبوي، أنا مستعد أدور لكم شقة في أحلى عمارة، وثلاث شهور حرام أنتم ما دفعتوا، أنا اللي بدفع. نعم شو تبوا بعد؟ عمي لينكم ناس زينين راح نشيل بعد. بس سلامتكم مو معي. يوم العيون السود بعد ولا هلا، يوم العيون السود بعد ولا هلا، شوف شوف هذا الكيف.
علي يما العيون السود ما توش علي الخدوت القيمار تريق منا الخدوت يا الله يا ابو عيون السود والله يا عيون السود على وشتي ولا شيء شفتوا كيف شفتوا الطيبه شو تسوي الحين لو احنا معنفرين وزاين ضارب لوادم كان حرام رقعونا لين مثنا والصدق يا يمع يدي الله يرحمه كان يقول لي بيت وش بيت العنس ولد غير العنس بيت يدي كان يقول الله الله بيت بسم الله بيت عيونك طايحه هناك البرط طايح من العنف ما يولد غير العنف اي عنف اي عنف اي خرابيط يا سيد داخل انا اسمع دق وطرب يا سيد تغنوا له ياهم انت صوتك صوتك اصلا اخر الدنيا يا سيد انت شو تقول شو تقول انت عفا عليك يا عمي احنا حليناها لك عفا عليك نحن اقول لك احنا حروب الحل ما بنحل شوي دق عفا عليك غنى ليهم غنى ليهم نهم ليهم قول 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 لعبي دخيل قول لعبي قول لعبي قول له شو قلت داخل قلت لهم والكلب عض الاسد من الاذن وخلى دموعه انت الكلب عيل يوم انتوا رايحين هناك تروغون مش حق تغنون لهم غريب غريب لا تطولها وهي قصيره يدو ضبابه داخل احنا بنسلم يدو ضبابه داخل هم بيطلعون ولا ما بيطلعون ما بيطلعون يقول حتى ما بيطلعون لما لا يا ولد لا بيطلعون عمي بيطلعون تعال 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 يوم العيون السود ما جوز لنا ها سبع ولا ضبع بشروا يا عيال فعليت افعليت يا يدو عيالك دقينا انا ملديمه سامري ليوه وهرو وانا صرت بعض وشليت لهم نهمه بحريه الكلب عض الاسد مول غاروها قالوا باكر نحن هدي لكم الشقه هد كفو عليكم يا اخواني ما قصرتوا ها صدقتوا يدكم الحين انتوا بصراحه احسن خوال في المجره كلها انت شو انتي انت شو قلنا لك قولي خالي خالي نان النسوه مشدوده بالضمه شو نان النسوه مشدوده بالضمه نان النسوه نون النسوه شدوك انا حاسه انهم ما بيقبلون هذا لا يقصون عليكم وانتو ها من قالكم الواحد شيء على طول صدقتوا سكتتي انا روحي ما دانيش وكارهنش كره العمل الله يلقعش يقصوا علي مو على القلابي لا بارك الله فيش انا يا بيت ليهم راسهم وقلت ليهم بدور ليكم عماره واحلى شقه وعمي غريب هذا هو اللي بيدفع الفلوس كي ما بيوافقوا وابوي ادفع شو فلوس الشقه مقدم لهذا الجروه ومن يدفع انا اللي ادفع كي امي تبغى تدفع ترى انت بتدفعنا يا سي يصلح اخطائك وبلاويك سهيل من راس الخيل بلي عبيد من راس الخيل بلي كثير هلا عباس كثيرا هلا رعد جارنا الجديد اللي ساكن في شقتك بعد يرونهم هناك نعم وحشتنا حبيبي عباس دكتور حوده حزاره مصري طبعا. نعم ما راحب عباس راعي العريه سبران هويه تراس نعم جمع القلاب النسيم حياك عباس قرب 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 يا قرب يا تفضل اخوي عباس تفضل ابو محمود فهمتوا الحقيقه نحن عاجزين عن الشكر اخوي عباس انك يعني لبيت يعني دعوتنا وجيت وحضرت إن شاء الله طلبناك وأنا الحقيقة يعني فرحان كثير أنك أنت اليوم تكون موجود بيننا وبين مجموعة الأصدقاء وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على يعني شعبيتك الكبيرة ومشجعينك ومحبينك ومريدينك بعد ومؤيدينك وحبيبك بقى وأتباع كل الناس تحبك ولهذا فأرجو منك يا أخ عباس أنك تتكرم وتقبل عزومتي اليوم على شرفك الحقيقة العزومة نبدأها بالفيمتو وتنتهي إن شاء الله بالفالوذة يعني ونتصفي النفوس
وترجع المياه لمجاريها إن شاء الله. يعني عندك كلمة تبغى تقولها؟ لا زين. يعني بلي تفضل. في الحقيقة أنا عاجز عن الشكر. شكر الشكر بس قلبي انكسر من النظر إلى هؤلاء. ليش؟ إلى إلى هؤلاء البشر الذين طعنوني في الصدر. في الصدر؟ في الصدر. في الظهر. الذين طعنوني في الظهر وسال دمي كالنهر. أسمر أبهر مثل القمر. صح لسانك يا أبو محمود. سمعني عباس، لا تسوي من السالفة سالفة عودة. وحق الحية يا عباس، نحن رجال اليوم تدخلون عندنا في الموضوع مرة يهمتي. ريال سبرة سبرة، دخيلك دخيلك يا ريال، شوي 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 على شوي شوي لا يشتط الحين ويضا. الصراحة يا عباس احنا طلبناك طلبية ولازم تقول تم. لازم نرجع زي ما كنا الأول، صحبة حلوة كده ملمومين مع بعض، مش كده برضو غريب؟ أفع عليك يا عباس، ما يرد الكريم إلا اللئيم. طاحت الحية. والله يا أبو خضير إش قد شفت ناساني، بس ما شفت جيران يحبون جارهم مثل هالجماعة. وأنت تعرف لوعة الجار، اسألني أني عباس. ما عليك من هالكلام كله يا عباس، أنا أقول لك حين يلا أبوي هي بنقول مبروك دهديت، رانا بنفرح فيك. وأبوي عباس تراني ما أحب الفراطة والزلاعة، يلا قلهم تم. ولا يا سبرون، كلام البدو ما ينزل الأس. أشكرك. خشمك تم. قرأ يا عباس في إيمالك يا أخي، قاعدين نتحايل عليك بأن ساعة. لو سمحت يا عباس عشان خاطرنا يا عباس، وانت عامل زي الستات قاعد تدلع. ايه ناقص تطلب الطلاق كمان يا اخويا؟ اختش على دمك يا اخي. مو بايلس مش كده يا اخي. مو بايلس مو عباس. 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 مو بايلس كده يا اخي. مو عباس مو عباس. يا ولد يا ولد يا غريب يا غريب، هتودي نفسك في داهيه يا ولد. والله اوعى الكرفات. اي كرفات انت؟ شكر يا ولد، انت شكر يا غريب. انت الحال يا غريب. بعد قولي ريح داخل شقة، ريح باكه، ريح دولمة، ريح خشابة دنبك. خد شبكونه يا عباس، دخون نين انا يا عباس، ما في دخون. بابا روحي عند غريب دقي باب قولي لي يجيب دخون. لا 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 يا امي، لا لا لا، صبري صبري، لا تروحي. انا بنزل السوق وبشتري وبيل، ما لا داعي تطلبي من الناس. اي ماما اي محمود، عادي ماما، مساكين اي ذبابة وميسا ما يقاسرون. انا الحين بروح بيل. روحي روحي قولي. يلا بروح بيل بيل. دقيقة دقيقة. مرحبا، حيا الله. قولي هلا هلا. والله هلا. الله يهيئك، الله يسلمك. وين ما شاء الله؟ قولي وينكم؟ ما تشوفكم، ما تمرون علينا، ايش حقا قاطعيننا كذا؟ ولا دخل خونا نشتنق جوي نورينج. الحمد لله. شو؟ الله يسلمك. ناريل؟ نا داخل بيت اجلس كده. داخل بيت اهلا. امري امري. غريب الله يسلمك، كلهم موجودين ما شاء الله داخل؟ كلهم موجودين. تفضلي تفضلي. نا مشكور، عرفتهم خونه. غريب اساليهم على خليج، خليه يعطيني شويه دخون. داخل بيت في ريحه مالاكل. دخون؟ بلي. بس دخون؟ بلي. افا عليك، حاضرين حاضرين، انتوا جيراننا الطيبين. دخون ولا عود؟ نا دخون ماما. نا دخون. بلي ان شاء الله. على ها شو يسمونه؟ دماغ. ها؟ دماغ. على هالدماغ، على هالدماغ من فوق. فعلين ميفا هاتي ابوي ملة الدخون حق قولي، في بيتهم ريحة. قولي. بلي. أي شيء تبغين أنتي ولا عباس ولا محمود، أي شيء، ترى غريب حاضر، نحن كلنا اللي في البيت حاضرين لكم. ما عليك بس إلا تدقين. أدق شنو؟ تدقين الجرس بارك الله. عارف ولا ابو احمد مسخره كرد اليوم. انا مسخره ان شاء الله، اي شيء منك حلو من عباس. يلا ميثا. اي والله. وكم هذا بفريس هذا هالكثر، شو سالفتكم انتوا الحين؟ يا ربي ايش تبغاني اسوي؟ هسه خلص طلبيه عباس وقولي. طلبيه عباس قولي باخلصت للحين؟ يا غريب الله يهداك، هذا يباله وقت. دوتش أمي ميثة عاد، أنا ها غرفي ليه شوية خلاص بالملاس طاني أحبها الهريسة.
انا بعد غرفي لي شويه، انا بعد احب الجرس. الجرس يير دوج زين ضربيها شي على تكون فيها الحبوب ولا شيء، حبه الهريسه بعدها. والله تعبت يا الدو اضرب في هالهريسه. ايه بس زينه زينه ان شاء الله تعيبها. ايه الله يساعدك ان شاء الله. بعم تسوى علشان تسوي لنا هريسه؟ بابا كنسل الطلب، بروح اطلب من مطعم شعبي. عباس عباس ما عليه يعني ما عليه، اعذره تعرف ابوي يعني يوم يعصب ويتنشن ويفصل، ما عليه سامحنا يعني سامحنا. الجدر فوق النار والله الجول الجدر، انا بروح بيدي داق الهريس دق الهريس، يبغي له وقت يا محمود. قول حق ابوك قول له هذا هريس مو بعاش، يبغي له وقت يعني. ان شاء الله يا عمي جزاك الله خير، وانت كلك خير وما قصرت يعني، مشكور مشكور عمي. يبغي له وقت الهريس. سامحنا يعني سيهزمني انا بيصير. امسحها فيني يا عمي ما عليه، جزاك الله خير مشكور. ليثا وين السنطور مالي؟ السنطور خذته قوليه. وش حقه؟ تبغيت نشعله حق صلاة الفجر، طلبته نقولها لا؟ لا 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 تقولولها لا، لا تقولولها لا، كلمة لا لا تسمعونها لا عباس ولا قولي اللي يبغونه. حاضرين ابوي حاضرين. ميثا بارك الله فيك، دخلي الحجرة ريحة سهج. غريب المدخن الكهربائي بعد خذته قولي، تقول ريحة الشقة عندهم طبخ مال باكه. باكه من يوم قاموا يسوون باكه، زي سوي المدخن العادي. هي ما شي فحم بعد عباس، خذ الفحم حق القدو ماله، يقول نسى يشتري. عباس قام يدوخ القدو على فحم مال دخول، والله تطورت العزبة. يبوي هذيلا ما خلوا شي، نفضوا البيت. قريب لا تسوي لي هاوس لاوس، اللي يبونه خلي ياخذونه، ما احنا ما صدقنا ان نراضيهم. ايوه اهلا سي غريب. مساء الخير يا دكتور. اهلا وسهلا. اوه انت شو تسوي يا الروب؟ عارف يا هذا الروب هذا من الجزء الاول شايف انه عليه ده غيره ده غيره اي غيره. زين المهم فبقى. اقول لك دكتور انا طالع منك ابغيك تكوي لي غترتي. نعم اكوي الغتره، الغتره جاي ابغي اكويها. لا يا غريب انت فاكرني مكويجي ولا دكتور؟ انا دكتور يا حبيبي، ولا عايز تطفشني زي ما طفشت عباس قبل كده؟ يعني عشان عايزك تكوي لي الغتره حتطفش؟ امال ايه يعني؟ يا دكتور يا دكتور فضل عينك، انا ما محتاج لك، انا ذليت في الحلقه يا دكتور. انا عندي اوتي بكوي، بس اوتي تعرف الاوتي؟ لا المكوى. انا عند عباس، عباس اخذ الاوتي مالي، فانا الحين مستحي اقول له رجع الاوتي مالي، اخاف يتحسس ويطفش زي ما قلت. طب والمطلوب مني ايه يعني؟ المطلوب ايه؟ ابغيك شويه بس تكوي الغتره. انا ما اعرفش اكوي الغتره بتاعتكم دي، عايز تكوي تفضل حضرتك عندي جوه واكوي غترتك بنفسك. والله اني انذلت. واحسن الباب. مريمي هذا سكني ماما مايا قياسي، قلت باتي حقك انت تلبسيني يا وديها. فازلي ميرا الله يسلمك، ابغي شويه هذا وصله مال شعرك عشان قلت باريوه اليوم ايش بلبسها. بصراحه قولي يعني ما اعرف شو اقول لك، الوصلات اللي عندي وايد غاليات. غاليه عادي ماما، يعني شو فيها يعني بناكله عادي بنلبسها اليوم بردها حقت موتر. ميرا امي اعطيها الوصله مال الشعر بتركبها عقب بتردها لك. عن ابو ايش حق انت طالعي كذي بخيله على منو؟ ما ادري. زين زين دليتوني. مريوم قومي سي ندور الوصلات. ميسا عندي طلب بسيط شويه الله يسلمك، باكر ان شاء الله بيروح عباس مكتب جديد مال محمود، فانا قلت بيي بقول لكم يعني اذا عندكم غريب عند غتره كشميري يبغي يلبسها شويه الله يسلمك. غتره شال كشميري يعني؟ والله شو اقول لك، قولي اظني ما عندنا. لا لا عندنا عند غريب يلبسه في الشتاء. شي نسيتي؟ قومي قومي سيبي هاتي. انا الحين ذكرت صح والله يا دو، الحين بصير ايبو بي ان شاء الله. لا دقيقه يا سيري بارك الله فيك سيري. والله يلا زود الله يخليك. الزبابه عندي طلب بسيط اذا ما عليك اماره الله يسلمك. عندك ابغي الله يسلمك هذا الذهب مريه مريه مال البحرين،
اليوم بروح ارس مال بدو وقلت البسه يعني ذهب مالك وايد حلو الله يسلمك. ذهبي انا؟ لا امي انا اعطيك ذهبي خبله انا اعطيك اياه. ذبابه؟ ترفزين طلب مالنا؟ هي نعم ارفض وارفز بعد انا ابو شلابه انتي. ذبابه تقولين اني انا شلابه؟ انا موهب هديهيني داخل بيته انا اقول اطلع من البنايه احسن لي. واي ترى ماكو درب. عباس لا عباس خلونا نطلع من هذا الشقه يعني نطلع انا اشوف ردوا على عاداتهم القديمه هو شو اسوي يا عباس. ردوا على عاداتهم القديمه والله هذيلا لازم الواحد يعلمهم السنه. ابوي امي ترى تسوونه والله غلط وعيب بعدين ترى الناس ما قصروا واحترموكم وحشموكم وقدروكم بعد تبارك الله فيك بعد لا تستغلوا الموقف. بابا محمود انت ما تعرف رزيت الوي قولي بلي تعالي معاي اراويك شو اسوي فيهم تعالي بلي مسود امي لا لا راحت عليك ميره يا محمود. عباس انا اسف عباس حكم علي قولي لا تؤاخذينا ترى الضبابه بدا وياها الزهايمر. نعم ضبابة حليلة كبرت وخرفت ولا نحن نقدر نردكم انتو انتو يراننا انتو وين بنحصل يا رحسن عنك يا عباس عفا عليك انت لو تطلب عيوني يا عباس احطه في ديك. شوف يا عباس انا توني جاي من عند الاستشاري بارك الله فيك وقلت له بعد قلت له يا سعادة الاستشاري انا بسوي شوية تعديل في المواصفات مال فيلتي اللي ابنيها فقلت له يسوي طابق ثالث في الفيلا حكم انتو عشان تيون وتقعدون فوق راسي في الطابق الثالث ورحت المحكمة وكتبت وصية إذا مت نص أسهمي حقك أنت وكتبت بعد عندي ولد يدرس في أمريكا ما محتاج إلا ما أبغي إذا يا حقك أنت كل حقكم بس لا تزعلون. قولي بلى ويحك ما عورك؟ بلى عورني. ويهك معورك الحين وايد باحمد كذي ويهك عورك؟ ما أعرف